قبل أن ينتهي العام المنصرم بأيام، كان التحالف قد وزع على وسائل الإعلام مقاطع مصورة قال إنها تؤكد تورط حزب الله اللبناني في دعم الحوثيين. يظهر أحد هذه المقاطع رجلا قيل إنه من قيادات حزب الله وهو يفخخ طائرة مسيرة. زعم الحوثيون أن هذه المقاطع مفبركة. بعد هذا بأسبوع سيعلن التحالف امتلاكه دليلا جديدا يدين الحوثيين. هذا هو، راح أعرض لكم الفيديو الخاص بالصواريخ البالستية الموجودة في ميناء الحديدة. هذا موجود في منطقة، في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ البالستية كما تشاهدونها أمامكم، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة. في 8 يناير 2022، وفي مؤتمر صحفي، عرض تركي المالكي المتحدث باسم التحالف هذا المقطع، وقال إنه لصواريخ بالستية موجودة في ميناء الحديدة. هذه المرة قال حوثيون وغير حوثيين هذا المقطع مجتزأ من فيلم أمريكي. بعد 1:09:54 من مشاهدة أحد الأفلام الأمريكية تظهر أمامك هذه الصورة. هذه الصورة لما يشبه الصواريخ في مكان ما، وهي تتطابق كليا مع ما عرضه تركي المالكي في المؤتمر الصحفي في بداية يناير من هذا العام. في زيارته الأولى لشبوة وبعد إعلانه انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، سئل تركي المالكي عن موضوع هذا الفيلم، كيف انطلى هذا التضليل على التحالف. اعترف الرجل بالخطأ وقال المقطع مرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر، خطأ هامشي حد تعبيره. لا نجد حرج في قيادة القوات المشتركة، إذا كان هناك أي أمر يحتاج إلى تصحيح فإحنا من الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح. الفيديو اللي ذكرت هو مرر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر. هذا نحن نتعامل في منطقة عمليات، لدينا الكثير من المصادر، وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر. ولكن كون هذا الفيلم مغلوط من أحد المصادر لا يعني أن الميليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرة الموانئ. لا يمكن القول بأن الميليشيا الحوثية لا تستخدم المدنيين والأعيان المدنية لغرض الحماية. الانتهاكات الحوثية هي واضحة للجميع. من التعليقات يقول أحمد السعيدي: من فضيحة إلى أخرى، معقول التحالف بكافة الإمكانيات السياسية والعسكرية والإعلامية يسقط بتقديم كذبة كهذه؟ يقول عرض الفيديو على أنه أسلحة في ميناء الحديدة، أو عرض الفيديو ولم يفكر أن الفيديو مأخوذ من فيلم عام 2003 موجود في اليوتيوب. أيضا محمد الأحمد يقول: فضيحة الفيديو المفبرك الذي بثه ناطق التحالف العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي تجسد حالة الارتباك التي تعيشها السعودية وسوء إدارة الحرب في اليمن.